زي ما ضربنا مثال قبل كده الجيميل كلاب هاوس اتعلم منه وعمل استخدم نفس التكنيك، تكنيك ان الناس خايفه تفوت حاجه، فعمل فكره بسيطه جدا ان ليميتد يوزرز هم اللي يقدروا يبعتوا انفيتيشن لاي يوزر من بره كلاب هاوس. بقت الناس تتخانق على الدعوات، وبقى كل شخص يقول والله انا عندي يا جماعه 5 دعوات، مين عايز يدخل كلاب هاوس؟ بقت الناس تتخانق عشان تدخل كلاب هاوس لمجرد الناس عايزه تعرف ايه اللي بيحصل جوه، فكره الفضول اللي بيحصل جوه، وان انا بره الكوميونتي، ان انا عايز ابقى وسط الناس، عايز ابقى مع الناس، مش عايز ابقى بعيد عنهم او مختلف عنهم، عايز ابقى مع الترند. فهي دي الفكره. لما كلاب هاوس قفل وخلى الموضوع ليميتد، الناس اندفعت باعداد ضخمه جدا، وخلال ايام بسيطه تعدت 10 مليون مستخدم في العالم. فهي دي الفكره، فكره الفومو او الفير اوف موسينج اوت تقدر تستخدمها باكتر من تكنيك. الناس فضوليين، مهمتك تسير فضولهم. تقدر ان انت تتابعني لمعرفه اي حاجه تتعلق بالاعلانات، الكوبي رايتنج والجروس، وكمان تقدر تحمل كتاب الجروس هاكينج الخاص بيا، في اكتر من 20